أولا أتقدم لجاليتنا في بلجيكا أو لوكسمبورغ بالتحية الخالصة، وخاصة في هذا الوضع الخاص اللي يتميز يعني بظروف يعني تفرض على كثير من مواطنينا هنا في بلجيكا، من تقييد حرياتهم في التنقل ووجودهم داخل البيوت. أتقدم إليهم بالتحيات الخالصة، متمنيا لهم ولعائلاتهم الصحة والعافية، وأن تمر هذه الأزمة في أحسن ظروف وفي أقرب الأجل. يعني الوضع الصحي لجاليتنا حتى الآن يعني لا يدعو إلى القلق، ولكن يجب أن تتخذ جميع التدابير واتخاذ الحيطة والحذر واليقظة من أجل أن نمر من هذه المرحلة يعني في ظروف جيدة، ضمانا لسلامة مواطنينا ولعائلاتهم وذويهم. الجزائر اتخذت تدابير، وأيضا بلد الاعتماد بلجيكا اتخذ تدابير لحماية الصحة العمومية وللحفاظ على صحة المواطنين ولضمان عدم تفشي هذا المرض الذي أصبح الآن وباء عالمي يهدد يعني بشكل خطير مجتمعات بأسرها. أؤكد أنه بعد تفشي هذا المرض اتخذت إجراءات، أهمها أنه تقليل التنقل والبقاء في العزل المنزلي يعني داخل البيوت، والتزام التباعد الاجتماعي خارج البيوت، ولضمان عدم انتقال العدوى. هذه الإجراءات يعني نطالب ونؤكد على جاليتنا هنا في بلجيكا وفي لوكسمبورغ على أن تلتزم بها، لأنه الآن أصبحنا في وضع لا يسمح يعني بأي حال من الأحوال بأي خطأ، لأنه أي خطأ ممكن أن يكلف غاليا جاليتنا. يعني وإحنا نلاحظ الآن في كثير من دول يعني دول كانت تصنف وما زالت تصنف على أنها دول عندها إمكانيات اقتصادية كبيرة، أصبحت الآن تعاني بشكل خطير. يعني الآن أصبحنا يعني ننتظر قوائم الإصابات والوفيات المفزعة يعني، والآن أصبحت بعض الدول يعني رغم يعني نظامها الصحي المتميز والفعال أصبحت انهارت أنظمة النظام الصحي في هذه البلدان، وأصبحت لا تستطيع يعني أنظمة الاستعجال يعني نظام العلاج الاستعجالي وحتى أنظمة وبرامج الوقاية وبرامج مواجهة الكوارث والأزمات أصبحت انهارت الآن. ورغم تدخل يعني قوات الجيش في بعض البلدان إلا أن المنحنى ما زال في تصاعد بالنسبة لقائمة الوفيات وقائمة الإصابات يوميا، ولذلك ندعو مواطنينا إلى الحذر واتخاذ جميع الحيط يعني التدابير من أجل الحفاظ على سلامتهم الجسدية، واتخاذ التدابير في مجال الصحة الجسدية وعدم التهاون، خاصة التهاون يعني لأن التهاون ممكن أن يكلفنا كثيرا. يعني وحسب يعني ما يتداول في وسائل الإعلام أن التهاون في البداية كان هو في عند كثير من الدول هو الخطر الذي من بعده جاءت هذه الأزمة الكبيرة بين في عند هذه الدول. الإجراءات المتخذة لفائدة الجزائريين بالتنسيق طبعا مع السفارة وبالإشراف المباشر
الشخصي لسعادة السفير، القنصلية اتخذت عدد من الإجراءات، أولها يعني أنها أقامت يعني على الموقع الإلكتروني وعلى موقعها في الفيسبوك، كما يعني بالتنسيق مع السفارة اتخذت يعني أرقام هاتفية مخصصة ورقمين هاتفيين، واحد للسفارة وواحد للقنصلية، وبريدين إلكترونيين، واحد للسفارة وواحد للقنصلية، لمتابعة وضع الجالية يعني فيما يخص مستجدات هذا الوباء العالمي. بالنسبة للعمل في القنصلية العامة، يعني الآن فقط القنصلية العامة تعمل بنظام الحد الأدنى من الخدمات، وأكدنا على جاليتنا بأنه الانتقال إلى القنصلية لا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى، لأنه انتقالهم قد يكون فيه يعني خطر في نقل العدوى ولا قدر الله. عندنا مشكل الجزائريين الذين يوجدون على التراب البلجيكي في إطار تأشيرة قصيرة المدى. السلطات الجزائرية اتخذت إجراءات حساسة أو اتخذت قرار حساس وشجاع بالالتزام بإرجاع جميع الجزائريين الموجودين في الخارج، رغم أن هذا الموضوع أقول حساس لأنه عنده تبعات كبيرة على الصحة العمومية وحتى على القدرات الاقتصادية للبلاد. المواطنين الذين سيتم إرجاعهم إلى الوطن لابد أن يتحلوا بالصبر ويعرفوا بأن هذا الإجراء، وخاصة أنهم سيلتزمون بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوم، رغم أن هذا إجراء يعني يقلل من حرياتهم وإجراء غير مريح، ولكن إجراء ضروري، لأنه يعني أي خطأ سيكلفنا غاليا، والناس لازم تعرف بأنه هذا الإجراء لصالحهم ولصالح الجزائريين جميعا. أيضا هناك بعض الجزائريين الذين يوجدون هنا وتأشيرتهم شرفت على النفاذ، فوجهناهم إلى موقع المكتب الأجانب التابع لوزارة الداخلية البلجيكية من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتمديد التأشيرة. والسلطات البلجيكية يعني الآن في إطار القوة القاهرة تيسر تمديد التأشيرات بالنسبة للجزائريين وللأجانب الذين انتهت تأشيراتهم، من أجل تمكينهم من البقاء بصفة شرعية وقانونية على التراب البلجيكي. هنا أقول بأنه لحد الآن لم يتم تسجيل ولم يتم تبليغنا بأي إصابة في أوساط الجالية الجزائرية في بلجيكا، والحمد لله هذا يعني شيء مبشر، ولكن تبقى اليقظة مطلوبة، يبقى الالتزام بالتعليمات الواردة يعني اتباعا من طرف السلطات البلجيكية التي تحاول بكل جهد أن يعني تحور وتعدل البرنامج مجابهة هذا الوباء وفق المستجدات في الميدان. الوضع يعني صعب إن لم نقل خطير، ولذلك يجب يعني للخروج من هذه الأزمة أول شيء الصبر، لأنه الآن الناس توجد موجودة داخل البيوت وداخل يعني مجال محدد ومعين، ف يعني أكيد ستكون هناك يعني بعض عدم الارتياح من هذا الوضع. لازم الصبر ولازم عدم التهاون في اتباع التعليمات، ولازم اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على صحة أولادنا وعلى صحة عائلاتنا وعلى الصحة الاجتماعية
عموما. أنا أظن بأنه هذه الأزمة إن شاء الله ستكون أزمة عما قريب ستكون وراءنا. هذه الأزمة أنا أظن بأن الجزائريين وخاصة الجالية الوطنية في الخارج وجاليتنا هنا في بلجيكا، رغم ممكن اختلافاتهم ورغم خلافاتهم، أنا أظن بأن هذه فرصة أننا يكون عندنا حس وطني موحد في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة اللي نمر بها سواء هنا سواء في الوطن الأم. ولذلك أنا أرى بأن هذه فرصة أننا نوحد صفوفنا ونتعاون ونتضامن لضمان الصحة ولضمان يعني وحدة مشاعرنا المشتركة. والشعب الجزائري معروف أنه في وقت الأزمات والشدائد يقف صف واحد ونتعاون، ونحن كقنصلية وكسفارة يعني موجودين، يعني كلنا آذان صاغية لانشغالات الإخوة المواطنين هنا، وسنقدم كل ما يمكن تقديمه من عون في سبيل تجاوز هذه الأزمة في أقرب الأجل. الصحية العالمية هذه رغم بشاعتها ورغم آلامها ورغم الآثار السلبية الكبيرة التي خلفتها على كثير من البلدان والمجتمعات، إلا أنه فيه بارقة أمل خاصة في الموطن الأصلي للوباء، حيث بدأ المنحنى في الانحدار الآن وبدأت السيطرة التدريجية على الوضع، وهذا يبعث على التفاؤل لأنه كاين تجارب إنسانية يعني خرجت بالانضباط وبالصبر وبالتحلي بالالتزام بالتعليمات، وصلت إلى نتائج إيجابية تمكنها من الخروج يعني في القريب العاجل من هذا الأزمة. نحن كذلك يعني نشوف بأنه هذا الأزمة رغم بشاعتها نرى بأنه فيها لابد أن نستخلص منها العبر. وأنا أظن أنه أكبر عبرة أنه الآن هذا الفيروس الذي ليس له لا لون ولا دين ولا 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 جنس ولا يعني اخترق جميع هذه الحواجز ليصيب الجميع. البشرية الآن أصبحت مدينة يعني مترابطة يعني في حيز ضيق، يعني أي عنصر يكون عنده إذا تحرك يكون عنده ارتدادات في جميع أنحاء العالم. فهذه فرصة أنا أظن بأنه حتى إعادة علاقات دولية على أساس الإنساني، على أساس التضامن والتكافل الإنساني الذي يعني يخلينا نعيش كبشر رغم اختلافاتنا العرقية والدينية والثقافية، نعيش كبشر يعني نعطوا الأولوية لعلاقات مبنية على السلم، مبنية على الأمن، مبنية على التنمية، مبنية على أسس التآخي الإنساني، بدل زرع الحروب والمشاكل والمآسي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. كلمة أخيرة للأطقم الطبية وشبه الطبية في الجزائر وفي بلجيكا وعبر الدول التي تعاني بشكل خطير في هذه البلدان، تحية إكبار وإجلال وتقدير على المجهودات التي يقومون بها في مواجهة هذا الوباء، وهم الآن في الجبهة الأمامية للمعركة التي نتمنى من كل قلوبنا أن تمر في أقرب الأجل وأن تكون يعني في القريب العاجل وراء ظهورنا. وشكرا جزيلا.